جدا مميز، ف يعني بصراحة حاجة تخلينا نقول إن الناس لسه بدأت تحس إن إحنا في حاجة اسمها تكسيرة في الدنيا. شكرا ليك يا دكتورة، وشكرا للإدارة بتاعت حضرتك، شكرا للدكاترة نورتونا. لكن أعتقد إن المؤتمر ده هيبقى بداية لتوعية بأهمية التبرع بالدم. ولو هنتكلم على إيجابيات وسلبيات التبرع بالدم، هبدأ بإيجابيات وسلبيات فاكسيرا عموما. أنا عموما لما ببقى على المنصة للأسف ما بقدرش أتكلم دم بس، بتكلم فاكسيرا ككيان. فاكسيرا ككيان شركة فيها شركات، شركة أمصار وشركة دم وشركة بيطرية، تعتبر أمن البلد. وأعتقد أن هذا الكيان ملوش وجود لا في الشرق الأوسط، لا في لينا وجود لا في الشرق الأوسط ولا في مصر. وللأسف اللي حوالينا إيران وإسرائيل، وأنا بحاول أكررها أكتر من مرة عشان الناس تحس بخطورة الكيان اللي موجود ده، وكل واحد يقدر يقف جنبه. أولاً سعيدة أن الدكتور مصطفى موجود معانا من الأمصار، ودي حاجة بادرة من بوادر الأخوة اللي احنا افتقدناها أو اللي انتوا افتقدتوها من زمان. برحب بأستاذي الدكتور محمد عبد الجواد، لأن هو الحقيقة من يوم ما جيت وهو واقف جنبينا، مش بس كعضو جمعية عمومية للفاكسيرا، لكن الراجل وقف بشركته الخاصة بعلاقاته الخاصة، واقف معايا مش مع الدم بس، واقف مع الدم ومع الأمصار ومع القبضة. جري معانا لكل الجهات لغاية ما بدأوا يسمعونا دلوقتي، ورئيس الوزراء كلمني امبارح وهيشرفنا الأسبوع الجاي علشان نقدم له طلباتنا. أول طلباتنا هي تأمين مرتبات العاملين في الشركة، تاني حاجة الديون، تالت حاجة المشاريع المتوقفة. فأخيرا سمع صوتنا بعد سنة من الجري. بشكر دكتور محمد بصراحة على الوقفة اللي وقفها معايا. جرينا على كل المسؤولين من أول من أصغر واحد لأكبر واحد موجود في البلد، لغاية ما وصلنا لمكتب رئيس الجمهورية على أساس بس حد يحس إن إحنا موجودين. إن شاء الله بيكو معاكو بمساندة بقى وزارة الصحة متمثلة في الدكتورة سمية، لأن هي طبعاً أكيد حاسة بأهمية بنوك الدم بقى، لو هنتكلم بقى بصفة خاصة على شركة الدم. بشكركم مرة تانية، وحسيب الكلمة للدكتورة سمية نيابة عن معالي وزير الصحة، وأهلاً بيكم. مكانة عند كل الناس ليها مهمة جدا جدا، من الحاجات المهمة، من غير بقى وزير ولا من غير رئيس، هي مع نفسها ليها مكانة. وإن شاء الله بإذن الله لو كان في أزمة عندكم تبقى الدنيا أحسن، دم عندكم إن شاء الله يكون أحسن وأكتر، جميع الحاجات اللي أنا مش عارفاها بقى الأمصال والحاجات دي كلها إن شاء الله بإذن الله في التقدم أحسن. دكتور هلا طبعا أنا تعرفت عليها أكتر من مرة، اتقابلنا كذا مرة، ست نشيطة جدا، محترمة جدا، عايزة تجري بالناس، يعني ربنا إن شاء الله يحقق لها الأمنية بتاعتها وتجري بيكم وتوصل معاكم لأحسن حاجة. هدفها بس إن أنت تجري، إنها تسمع صوتكم بره، مش حاجه شخصيه. انا ما شفتش بصراحه، يعني انا جيت قبل كده على الناس اللي قبل كده ما كانش فيه كده، كان كله بيدور على يعني نفسه. انا شايفاها بصراحه بتجري بكل الناس، وده ان شاء الله باذن الله في ميزان حسناتها، وان شاء الله باذن الله ربنا يوفقها ويكرمها ويديها الصحه والعافيه، وربنا معاكم ان شاء الله بمشيئه الرحمن. شكرا جزيلا. هتلاقي عندنا الجودة اللي احنا اتكلمنا عليها في كل مؤتمراتنا اللي حضرتها مع حضرتك. دكتور إيهاب إن شاء الله هيبقى هو المسؤول عن بنك الدم إن شاء الله. حضرتك هتشوفي مراقبة الجودة الداخلية اللي بتطلع الأوضة عندنا، إزاي عامل أوضة ما بيسيبش لا الحملات في الشوارع ولا المعمل ولا الفصل. الحقيقة مشكورين الجودة، يمكن شوية بيسخفوا حبة، بس السخافة بتاعتهم مطلوبة، لأن أنا بطلع كيس دم المفترض إن يبقى كيس آمن للمواطن. أشكرهم طبعاً على المجهود اللي هم عاملينه، ولكن نوعدك إن إحنا بما إن حضرتك اللي بتدينا ترخيص بنوك الدم، فأوعد حضرتك إنك هتلاقي من عندنا كيس دم بكواليتي عالية بيحقق كل المواصفات اللي إحنا مفترض اتفقنا عليها. ان شاء الله ده فرصه ان شاء الله باذن الله. مش عارف السؤال اللي بساله هو ليه عرض على مصر، يعني هو ليه عشان عرض على مصر؟
أنا عضو في الجمعية العمومية لشركة كونسيرا من أيام الدكتور حاتم الجبلي اللي هو كان وزير صحة من 7-8 سنين وتلاها عدد كبير من وزراء الصحة. أنا عضو في الجمعية العمومية، وأعضاء الجمعية العمومية عادة ما بيشوفوش الموقع إلا لما تدعى الجمعية العمومية للحضور. طب أنا إيه اللي جايبني هنا؟ أنا فوجئت من الدكتور هالة بتقولي دي أنت هتقعد على المنصة. طب هتقعد على المنصة؟ طب ما في ناس هنا في القاعة هم أولى بكثير جدا. هم إنما والله أنا قاعد جنب ممثلة الوزير وجنب رئيس الشركة، فدي حقيقة. أنا كنت فاكر إن أنا لما سبت النقابة هخلص من المنصات وهستريح من المنصات، لكن يبدو إنها يعني إنما غالبا مش هقعد إلا على المنصة دي، ما حدش بيفتكرني تاني إلا على المنصة دي. فعندكم استعداد تسمعوني من على المنصة دي؟ أنا أهلاوي، أهلاوي. لكن أنا متوقع أن الزمالك السنة دي أخذ الدوري. أنا متوقع. واللي والله أنا طبعاً لو الأهلي خد الدوري هقول يا مصر يا أم العجائب، لأنه لغاية دلوقتي بينه وبين الزمالك 11 نقطة. إيه اللي مخلي الزمالك أقرب ما يكون إلى الدوري؟ ما هوش المدرب والله، اللعيبة، تشكيلة اللعيبة، مين جابهم، مين حطهم، مين عملهم. تشكيلة اللعيبة خلت الزمالك بقت بتعمل زي الأهلي زمان. امبارح كان في تعليق في الراديو سمعته، واحد أهلاوي متغاظ قوي من الموقف ده. الزمالك لو خدك السنة دي الدوري هيبقى الدوري رقم 12. فراجل أهلاوي بعت في الراديو بيقول على فكرة إحنا الدوري رقم 12 خدناه سنة 73 يعني 74 حاجة بشكل. اللي خلى الزمالك كده اللعيبة، واللي خلاني جيت النهاردة اللعيبة. أنا حاسس ما هي يا هلا اللي يشوف أوضة هالة ما يقولش ده مدرب. أوضة هالة سويقة شركة الدم وفاكسير. يعني من النادر أن أنا لما بدخل ألاقي كرسي فاضي. أنا مقامي إذا كنت قاعد على المنصة أن أنا على ترابيزة رئيس مجلس الإدارة، مش كده؟ أنا يدوبك بلاقي حتة على الكنبة أخد بقول. والأوضة أنا ما بعتبرش أن هالة مدرب، أنا بعتبر أن هالة شدتنا كلنا من أولنا لأخيرنا. وأنا عندي حرج مبرر إن أنا أقعد أتكلم كتير عن هالة، لكن هي نموذج التي تبدو أنها سيدة لكن وراها مدفع كلاشينكوف مخبيها في البتاع. البنت دي مش بتخاف إلا من ربنا، والبنت دي بتعمل كل يوم حاجة. أنا فوجئت امبارح إن أنا مدعو إن نحضر اجتماع لإنها تبدأ مرة أخرى نشاط الخلايا الجذعية. الخلايا الجذعية كانت موجودة قبل كده، وحد رمى تراب على البتاع ده واتقفلت. إيه المبرر؟ مش عارف. كان في الدم اللي احنا بنتكلم عنه، اللي أنا لما خدت الأرقام من جانيت الدكتورة جانيت على رأسي من فوق يعني، بس أنا ما بستخدمش، لقيت إن الرقم اتضرب في 3 أو 4، رقم عدد الكياس الشهري اتضرب في 3 أو 4، لأن هالة عمالة تروح تعمل بروتوكول مع الراجل بتاع المترو. أنا أعرف إنها صيدلانية، أنا ما أعرفش إيه اللي خلاها تروح للراجل بتاع المترو هو اللي جاله مش مصدقك. لا والله هو اللي جاله. على فكره صعب جدا، الناس بتحاولوا معايا مش عارفين يوصلوا. هو الموضوع ان بقى في حد مصمم. هي طبعا بتاخد مرتب كبير قوي يعني، بسم الله ما شاء الله.
بتطلب حارس أول الشهر يخرج معها من هنا عشان يوصلها البيت، لأن المرتب بتاعها بيبقى باين من العربية، يعني باين من العربية. بخرج أولا أنا ما مسكتش في إيجي لغاية النهاردة. أشرف فين؟ أشرف أنا بياخدوا أشرف وفاتت. إن الشركة دي أنا كنت بحضر الجمعية العمومية، أدخل من الباب وأخرج من الباب ما أشوفش أي حاجة، أشوف وزير الصحة بيهزق رئيس الشركة القابضة، وبقى مش عارف إحنا يصح نقف مع رئيس الشركة ولا مع رئيس ولا مع الوزير. الطبيعي إن إحنا نقف مع الوزير. ليه نقف مع الوزير؟ لأن رئيس الشركة القابضة ما ادناش أرقام، ما بيحطش قصادنا أرقام، ما بيبينش إن الشركة حسنت. يعني أنا طلبت من أميمة، فين أميمة؟ فين أميمة؟ لا بتشتغل تحت، هتطلع اللي هي الشوكولاتة البنت السمراء دي. طلبت منها إنها تديني الأرقام بتاع القوائم المالية خلال الشهور اللي فاتت دي، أصل أنا ممكن أنفع رجل أعمال. فطلبت منها اللي أنا بشوفه في الأرقام، مش معقول هلا بتضغط فلوس في الشركة، جهدكوا أنتوا، هي بتدير هذا الجهد، بتستثمر هذا الجهد، ما تسيبوش هلا تقع، ما تسيبوهاش تقع. هي عمالة تروح بتقول لك أنا بساعدها، بساعدها في إيه؟ وأنا حلتي حاجة عشان أساعدها؟ بتروح للوزير، إن لم يستجب بالسرعة يعني الوزير وراه حاجات كتير قوي، إنما هي متصورة إنها تخرج من مكتب الوزير تلاقي الدنيا اتحلت، إن ما استجابش تدور على اللي بعد الوزير، إن ما استجابش تدور على اللي بعد اللي بعد الوزير. أنا عرفت منها إن رئيس الحكومة اتصل بيها، وهو أمر في حد ذاته من ناحية الشكل ماش طبيعي. يعني أنا بأنعم بإن رئيس حكومة توفر رحمة الله مرة اتصل بيها، لغاية دلوقتي بعدها جاي رئيس حكومة عمره ما يكلمني. رئيس حكومة اتصل بيها ولا أنا هجيلك وهنقعد قاعدة وهنحل المشاكل؟ ما كان ذلك ليحدث لولا أن فريق الزمالك قرب ياخد الدوري. اشتغلوا الكاس الدم اللي اتضربت في ثلاثة، الأرقام اللي تحقق فيها تعديل من خسائر إلى ما يشبه المكسب، هو نتيجة الجهد المستمر والمقاوحة وأعمل هنا وأعمل هنا وأعمل هنا. أنا هقول لكم إيه، أنا مفروض أن الدكتورة سمية هي اللي تتكلم كتير وأنا أتكلم قليل، وعلى فكرة أنا بسألت الدكتورة هلا بالليل طب أتكلم في إيه، قالت لي ما أعرفش، هم اللي قالوا أن أنت تيجي على المنصة. ده حصل ولا ما حصل؟ ولا ما حصل؟ الشباب وأسماء وهم اللي أصروا أن حياتك تبقى. إحنا اكتشفنا أو هالة اكتشفت أن في مصنع كامل في الكراتين في 6 أكتوبر للحقن البلاستيك ذاتية التدمير، بعتولها على الجهاز القرد الصغير ده اللي عندها صور الآلات اللي في المصنع ده. هي من كتر الآلات ما هي كاملة وجاهزة ونظيفة، سألت اوعى تكونوا بعتين لي صور مزورة، يعني اوعى تكونوا بتحكوا عليا وبعتين لي صور مزورة. هي فعلا انا طلبت مصطفى وقلت له الصور دي بتاعتنا ولا انتوا ملفقين؟ هذه الأجهزة موجودة في الكراتين من 2006. هلا عاوزة تعمل مشروع للحقن ذاتية التدمير، الدكتور سمية عارفة ان ده مستقبل الحقن في مصر في كل العالم، في كل العالم. هلا اللي ما معهاش ولا نكلة دي هتفرد الخط ده وتشاور للمستثمرين كده، تقول لهم مين يحب يجي يحط شوية فلوس عشان نشغل الخط ده. مش من يومين جانا مستثمر مكرم، أيوة. أيوة. يدخل شريك وما كانش شاف لسه المكان دي. فانتوا عندكم طاقات كتيرة جدا، عندكم حاجات جميلة جدا، بس صمموا ان انتوا تخرجوا من دائرة النسيان
الى دائره الاحساس بان انتم مؤسسه. لو انا كنت خايف، انا كنت شايف هالة والمعاونين اللي معاها بيلطموا الاسبوع، سوري انا متاسف يا هالة ان انا بقول هذا الكلام، لانها خايفه ان مرتبات الشهر الجاي واللي بعده واللي بعده ما تبقاش في ايدها. انفضوا من على كتفكم الشعور ده، انتجوا واشتغلوا، مرتباتها تتحسن، الخدمات هتتحسن. بايه؟ بان انتوا تتحولوا من شركه خسرانه عدمانه كتيانه الى شركه منتجه تشتغل. على فكره لو فاكسرا قفلت، ما انا بصي بصي انا عارف، انا والله انا بس انا بس مكسوف ان انا اقعد اشكر في هاله كده لحسن تفتكروا ان انا باخد حاجه من من الموضوع ده. انا راح، لكن انا بسال سؤال، هو ال 2006 ده الكراتي المصنع اللي موجود من 2006 ده ما تدفعش فلوسه؟ اتدفع فلوسه. طب رؤساء الشركات اللي كانوا قاعدين في الاوضه دي على الكرسي ده ما وجعهمش الخط الانتاج اللي يا ترى كاوتشه نشف، يا ترى مش عارف، ما وجعهمش، ما اثرش في، خلاص الحمد لله الحمد لله. بس انتوا توحدوا وسيبوا واشتغلوا، واحنا ما نقدرش، المواطن المصري والوزير المصري ورئيس الحكومه المصري ورئيس الجمهوريه المصري ما يقدرش يستغنى عنكم، مش انتوا اللي محتاجينه، هو اللي محتاجكم. عشان كده انا باجي بتقول لي قوم اعمل الحكايه، اقول لها حاضر، روح الحته الفلانيه دي، اقول لها حاضر. ليه؟ لان انا شفت الشركه دي وهي جثمان ملفوف في كفن، بصيت لقيت الراجل قام من الكفن بتاعه وبيفتح الكفن وبيشتغل. انا مش ما كنتش بصور ان انا هتكلم كل الكلام ده، لكن تمسكوا بان انتوا احنا اللي عاوزينكم مش انتوا اللي عاوزيننا. لو كنت انا بشويه القرشين اللي معايا، والله ما حلتي حاجه، والله انا في جيبي، انا فوجئت النهارده وانا جاي ان انا يعني يمكن استلف منك، على فكرة لو توقفتوا عن العمل، لو توقفتوا عن الانتاج، لو توقفتوا ما تحولوش المشروع بتاع النهاردة، احنا بنتكلم على الدم. انتوا دلوقتي مش بتفكروا ان انتوا جانيت انت قلتي لي ان عدد الاكياس شهريا وصل الى من 4000 الى 4500، كان 1000 وكان 1500 من شوية. لا، هلا ما بتفكرش هي وجانيت والناس اللي معاها في بس جمع الدم، انما ان احنا نعمل مصنع لمشتقات الدم، وانتوا عارفين الكلام ده اكتر مني بكتير. مشتقات الدم هالة بتعالج الناس، انا مش بقول هالة، والله انا مش عارف، يعني يمكن انا احرج ان انا اتكلم كتير عن شخص. بتسعى ان انتوا تعملوا مشتقات دم عشان ناخد من الدم ده حاجة اسمها فاكتور 8، بتعالج الناس اللي بيطلع لهم قرار علاج على نفقة الدولة بانها تروح تجيب فاكتور 8 ده تهريب من بعض الصيدلات اللي بتهربوا. لا، الصح ايه؟ ان الدوله بسرعه تساعد فاكسيرا وتساعد شركه الدم على انها تعمل مصنع للمشتقات، عشان ما تتعرضش ان انا اجيب فاكتور 8 وانا مش ضامن، مش ضامن يعني هذا الدواء الهام اسمح بان ناخده من صيدليه من صيدليه التهريب اللي انتوا عارفين اساميهم وانا مش عارف المصدر ايه، وانتوا تقدروا تعملوا مشتقات دم، وتقدروا تصدروا للمنطقه العربيه مشتقات دم، وتقدروا تصدروا للمنطقه الافريقيه مشتقات دم، وعماله تروح الجيش وتروح مش عارف الايه والايه. انا بقول لكم مش بذكر هالة، انما بذكر انه تاني فريق الزمالك هياخد الدوري غصب عنكم يا أهلاوية. السلام عليكم ورحمة الله. بتهيألي إحنا بقفل قائمة الدخل وبديها للمركز الإعلامي ينشرها على السايت.
داخلين شهر 3 الحمد لله ومجمل رابح واحد وثمانية من عشرة. مارس اللي فات كنا ماينس 5.5 مليون، كنا بنساوي 5 مليون. داخلين الشهرين شغلكم وبتاكلوا بالزائد 1.8، يعني انتوا عاملين حوالي 8 مليون جنيه شغل. طبعا احنا لما نيجي نحط، على فكره انا سالتها طلعت انها لا لها في الكوره ولا تعرف الاهلي من زمان. مرة تانية وتالتة لحضورك، وإن شاء الله زي ما قلت لحضرتك كده الدنيا دوارة، هتبقى فاكسيرا هي معقل معقل الصناعة وترجع تاني اسمها تاني يرن في مصر في الشرق الأوسط كله. شكرا إن شاء الله. ننتج علشان البنك الدولي يبقى فيه تنمية اسم فاكسيرا. صدقوني يعني ربنا لما في حد بيكلمني بيقول لي مش هلاقي طلب غير عندك، ببقى مبسوطه بالمكان اكتر ما مبسوطه انه لجأ لي. هو لجأ لي لان عارف ان المكان ده، انا بقول ان احنا بنوفر لكل شخص بيلجأ لحد مريض ليه عايز كيس الدم، بنحاول 100% ان احنا نوفر له اللي هو عايزه. يعني انا لما لواء محمود منير يقول لي في حصل ضرب قنبله في المهندسين وعندي عسكري او نيجاتيف ومحتاج له، قلت له خش الثلاجه واللي انت عايزه هتاخده، لان ما اقدرش اقول له لا. دي فكرتنا عن بنك الدم، مش ان احنا بنشتغل عشان نجيب اكياس دم، لا احنا بنفرج عن حد تعبان. دي اهم رساله احنا بنعملها، زائد ان احنا فريق كوره بنلعب بس بالمحبه بننتج. والحمد لله الدكتوره هاله ادتنا المحبه ان احنا نحب المكان وننتج للمكان. كلنا اللي بيطلع وبيشتغل في حمله عشان يجيب كيس الدم ده عشان فاكسيرا اسمها يبقى فوق ان شاء الله دايما فوق. طبعا انا مبسوطه ان في اول مؤتمر لبنك الدم بوجود الدكتوره سميه عبد المنعم مشرفانا النهارده، فده حاجه بتشرف فاكسيرا وبتشرفنا كلنا. واهلا بيكم كلكم.